السياسي بس تنجح بينجح كل شيء تحت السياسة اللي هو الاقتصاد والتربية وما إلى ذلك. والدليل أنه 50 سنة من عصر الازدهار بلبنان ما كانت ولا مرة إلا يوم كانت المتصرفية ولبنان دولة أو جبل لبنان كان جبل محايد بوقتها. اليوم عم نطلب على مساحة كل لبنان يصير الحياد كامل وفاعل على صعيد كل لبنان، ملتزم بالقضايا الإنسان وعلى رأس القضية الفلسطينية وحل الدولتين، ولكن مش معني أبدا بالتورط بحروب ما له دور فيها ولا شغلته أصلا يعملها. منشان هيك الرجعة لقبل 27 مش وارد، لا بدنا نعيد النظر بانتظام الموقع اللبناني عبر تحييد لبنان أو حياده الفاعل، وبدنا نعيد النظر بشكل لبنان السياسي أو النظام السياسي للبنان. شرط أن ينبثق هذا النظام من اتفاق الطائف، لأن اللبنانيين ارتضوا باتفاق الطائف كوثيقة أصلية وأصيلة لإحقاق السلام بين بعضهم البعض. 1701 لما منقول نحن بكل مندرجاته، يعني عم نضم له 1680 و1559، بس عم نضم له بالأساس اتفاق طائف. ما في لبناني منتصر على لبناني، لبناني كله رح ينتصر لصالح جمهورية لبنان ورح يرجعوا الكل لكنف الدولة. ولكن المشروع الأساسي هو أي دولة وأي لبنان نريد، هون النقطة الأساسية.